اهلا بحضراتكم من جديد. متواصلين معاكم بعظمه لسانه، وما تقولش امين شرطه اسم الله. الاحتفاليه الكبيره في تتويج الاهلي ببطوله هي الاكثر جداره في تاريخ المسابقه، وهتشوفوا ارقامها بالتفاصيل في حلقه النهارده ان شاء الله. لو اللقطه بتاعت محمد فضل مع كهربا ما حصلتش، لو احنا بصينا في الصوره والناس ماشيه في اتجاهها الطبيعي عشان تشوفوا مين اللي بيفسد الفرحه، اهو بافتراض ان كهربا بره اهو خد بنت مؤمن وسلم عليهم، ابن مؤمن وسلم عليهم وهيمشي، اهو ماشي قدامهم والسياق ماشي، اهو ابعد تعالى بره. طب يبعد بره ليه؟ بصوا بقى طريقه التعامل والايد غير اللفظ. انا بتكلم على شوفوا مين المتسبب. لجنه الانضباط اللي عاقبت كهربا باشد العقاب في واقعه السوبر بذريعه التسبب، ان هو تسبب في الاحداث. مين اللي تسبب في الاحداث دي؟ مين اللي بيخلط الخاص بالعام؟ كهربا متضايق من تصريح سابق لفضل اثناء ماتش السوبر. انت مسؤول، انت جاي علشان تمثل الاتحاد، ازاي ده يتسبب في الاحداث بهذا الشكل؟ وبعد كده يشتكي كهربا لجنه الانضباط ويقول لك هوقفه، ويخلي كل البرامج وكل المواقع تتكلم في التسخين ضد اللاعب. اصل ده اللي بيعمل احداث. مين اللي عمل الاحداث؟ ما الدنيا ماشيه، ما الناس متجهه ناحيه المنصه وكهربا سابق بخطوتين قدامهم. ايه المشكله؟ شخصيا اهي امشي اطلع بره. ليه؟ التاني بيقول له اوعى ايدك ما تلمسنيش. لا انا عايز هنا. وبعدين شايل الولد بالظبط كده. لو الولد ده وقع مسؤوليه مين؟ يعني ابتدى فضل يتعامل بعنف معاه ويزقه في صدره ويشده وهو شايل الولد الطفل. ابتدى الطفل يتدلى منه يعني. وبعدين الكابتن بقول له وانا بساله، قال لي انا ما خدتش بالي خالص، انا كل تركيزي كابتن خطيب كان مشكورا جاي بي يعني بيعزيني فبساله على الواقع، قال لي والله انا ما خدت بالي، انا كل تركيزي ماسك مؤمن وخايف عليه حد يزقه حد يوقعه، لانه جسمه اضعف من انه يتحمل حد يزقه. الكابتن باصص لقدام لحد ما سمعت الهرج والمرج وكلمه انت قليل الادب. لكن ما اعرفش السبب ايه. بعد كده اتبعت لي شريط مره واثنين وثلاثه عشان بص سابقهم بكام خطوه. ايوه مفيش يعني تعرف أهو. وبعدين انا عايز اعرف حاجه بعيدا عن اي حاجه، انت كمسؤول بقى الشخص اللي لابس بدله ايا كان هو مين، هو انت لما تستخدم ايدك ضد لاعب هيرد عليك، ايه الحل؟ انا بسالك سؤال بقى سيبك انت، اللحظه دي لحظه ايه؟ شخصيه، مراسم تسليم الدرع بالظبط، وانت مندوب الاتحاد بالظبط، واعتبرت ان الولد ده يعني متجرئ وانه مش قدامك ماشي تقوم رايح له مشتبك وسايب رئيس النادي رد عليك وسايب الراجل اللي الدرع باسمه ورايح عامل حدث جانبي، ولا تروح مكمل في اللي انت فيه وبعد كده تعمل اللي انت عايزه؟ هو لو كان بكلمه واحده هو ماشي كده، يا كابتن ما ينفعش كده، ما كانش الموضوع ده اتعالج في ثانيه بالظبط. اي حد يعني منظم هو دي الفكره يا جماعه، نلتزم بالنظام. اذا كان في نظام اصلا ما فيش سياق. وبعدين مين المسؤول على رايك؟ مين المسؤول؟ مين المسؤول عن النظام يقول نعمل ايه؟ وبلغ مين بنعمل ايه؟ اللعيبه بفرحتها يا راجل، ده احنا شفنا في السوبر كان رئيس الاتحاد في اوضه لبس الزمالك بيبارك له. ما هو انت مثلا باعت محمد فضل لانه الراجل اهلاوي وجاي بمشاعره، المفترض انه هيطفي مزيد من الباجه والسعاده ويشارك الناس فرحتها. لانه طب هو انت لما تمد ايدك على لاعب هيمدها عليك، هتضربه هيضربك، انت مين؟ انت احنا وصلنا للمساله ديت، لاعب يشتبك مع مسؤول. طب ما هو اللاعب او اي حد هو انسان في الاول وفي الاخر، انسان هتهينه هيرد عليك بإهانة، انسان، انما في الاخر يا استاذ ابراهيم محدش يتمنى يشجع على هذه التطرف طبعا.